علمتني يا رسول الله أخلاقا أسمو بها في رحاب العلم والأدب وأرتقي في العلا والفضل آفاقا أدنو بها من مقامك أعظم الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. علمتني يا رسول الله، نعم علمتني يا رسول الله أن أبتعد عن الظلم قدر طاقتي، أن أتحلى بالإنصاف والعدل، أن أعدل في كل شيء، أن أعدل بين أبنائي، أن أعدل في بيتي. وعندما جاءك بشير أبو النعمان وقال لك يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها أي للنعمان وهي موهبة من بعض مالي، فقلت يا رسول الله مرسيا قواعد العدل والإنصاف يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. فقلت أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا، حينها لم تجامل ولم تتردد بل قلتها بكل عدل وكل حزم، فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. الله أكبر، عدل عجيب وإنصاف فريد، إقامة للحق والقسط بلا تردد ولا مجاملة. بل من عدلك وإنصافك يا رسول الله كنت تخاف من تفويت حق بعض أصحابك عندما تحكم بينهم وأنت لا تشعر، فناديت يا رسول الله في أصحابك وقلت إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، يعني أقدر على إظهار حجته، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. والحديث رواه البخاري ومسلم. ثم ثبتت يا رسول الله وقررت حقوق الضعفاء والمملوكين والمخدومين في المجتمع وحذرت من بخسها، فقلت إخوانكم خولكم أي هؤلاء الخدم إنما هم من يقومون على خدمتكم، جعلهم الله تعالى تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. حذرت يا رسول الله من الظلم فقلت إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأخبرتنا أن نبتعد وأن نتجنب دعوة المظلوم وأنه ليس بينها وبين الله تعالى حجاب، أخبرتنا أنها تحمل على الغمام على السحاب، وأن الله تعالى يقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. عدلك يا رسول الله بلغ ونال حتى الحيوانات، كانت تنال حظا من رعايتك وعدلك وحمايتك من الظلم. فهذا عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يروي يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار، الحائط والبستان، فإذا جمل، فلما رأى النبي لما رأى الجمل النبي أخذ الجمل يبكي وتذرف عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح عليه فسكت الجمل، هدأ الجمل، توقف عن البكاء، ثم قال لمن هذا الجمل؟ فجاء رجل من الأنصار وقال رسول الله إنه لي، فقال أفلا تخاف الله في هذه البهيمة؟ ألا تتقي الله تعالى في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه أي تتعبه. والحديث صحيح رواه أبو داود. هذا هو سيد الأنبياء وإمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم، وهذه جوانب من سيرته العطرة التي حفظها التاريخ في ضمير البشرية.
شاهدة على قسطه وعدله، وأنه دعانا للقسط والعدل وأمرنا به، حتى ألقاكم في حلقة جديدة من علمتني يا رسول الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علمتني يا رسول الله أخلاقا أسمو بها في